احنا كمطارات دبي قمنا بتشكيل لجنه مكونه من جميع الشركاء الاستراتيجيين على ثلاث مباني، مبنى 1 و2 و3 لتسهيل عمليه الحج، بالاضافه الى تخصيص كاونترات في مبنى 1 و2 و3 للحجاج، سواء في اماكن ادخال العفش او الجوازات او اماكن التفتيش، بالاضافه الى بوابات مغادره مخصصه لحجاج بيت الله الحرام من دبي. وفي العودة إن شاء الله بيكون في أحزمة حقائب مخصصة في جميع المباني، أيضا احتفالية مبسطة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وأماكن مخصصة لتوزيع وتنظيم ماء زمزم إن شاء الله. بحثنا الاستعدادات والترتيبات موسم الحج هذا العام في هذا المؤتمر السنوي، استعرضنا أبرز الخدمات والتسهيلات المقدمة لحجاج دولة الإمارات، والذي يقدر عددهم 6228 حاج. وبهذه المناسبة ترحب المملكة العربية السعودية بحجاج دولة الإمارات ومن كافة دول العالم. هيئة الصحة في دبي كل عام حريصة كل الحرص على الاهتمام بصحة الحجاج مثل ما عودتنا، والسنة هذه أطلقت حملة واسعة في مراكزها الصحية ومطار دبي الدولي. هاي الحملة تحت شعار الحج صحة وسعادة. الحملة هذه قامت بتزويد طاقم طبي مكون من أطباء ممرضين ومثقفين صحيين، يعني لاستقبال المسافرين للحج، وبالتالي تزويدهم بالاستشارات الطبية والنصائح يعني أو الإرشادات اللي يحتاجونها لتأدية مناسك الحج، بالإضافة إلى محطات يعني فحوصات الضغط أو السكر، وهذا كله للوقاية من الأمراض أو المخاطر الصحية المتعلقة بالحج.